السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على غادي ندير رسالة للرئيس عبد المجيد تبون. السيد الرئيس عبد المجيد تبون راهم يلعبوا لك وراهم يكذبوا، راهم يكذبوا عليك. ناس يتكذب عليك، يقولوا لك غادي ننظموا كاس افريقيا رانا افضل من المغرب، يقولوا لك رانا ملاح وحنا ننظموا كاس افريقيا. يكذبوا عليك، يقول لك باللي غادي نديروا تغيير خريطه الطريق في كره القدم في الافريق. يكذبوا عليك، الناس كذابين، الناس اللي تخدم مصالح تاعهم اللي تكلت عليهم خدعوك في الرياضه، اللي استقبلتو خدعك. خدموا مصالح تاعهم وخدموا اجنده تاع ناس خارجيه، ناس اعداء الجزائر. نعطيها لك ونكملها لك من التالي كاع، نجيبها لك انايا. انت تبغي الحقيقه؟ هذو البصل داروا لك فيه ازمه. هذو البصل ست البصل كانوا والدينا بكري كنا نروحوا معاهم للسوق من يشرو مع التالي كاع الخضره يشري، غير المهمه يشري منها. مين يكمل يقولها باستهزاء، يديروها دير قلبه تاع بصل، دير قيس، يقول لي قيس خليت في الاخرى في السعفار، دير في الاخرى قلبه تاع بصل. دير ترجع البصل يدير 40,000 45,000، هذو ما تامنش فيهم، هذو دير لهم الاعدام، هذو طردهم، هذو منحهم، هذو بهدلهم، لازم تبهدلهم امام الشعب الجزائري. هذو يخدموا مصالح تاع ناس وحدة اخرين، هذا ندخل مليح في راسك نقولها لك ونعاود، خاصة في الرياضة. أنا نتكلم عن الرياضة، أنا غير جبت قلت لك البصل، هذو الخاص، هذو الخاص على البصل، هذو تلمو الخاص في وقتهم البصل طلع، هذو تلمو الخاص في وقتهم البصل ولا غالي عليهم. كانوا بكري يقول لك بنادم ما يسواش بصلة، هذو ولا هذو تلمو الخاص وماهمش رجال بارين ويخلوا صوالحهم يروحوا من قدامهم. البصل غلا في وقتهم، تلمو قوى والرخاص، البصل قوى في وقتهم. دخلك نقولها لك مليح سيد الرئيس، انا مواطن جزائري وكي نهدر بحرقه على بلادي، وخاصه المنتخب الوطني الجزائري اللي الناس داروا له اوطاج، الناس ولاو يخدموا به ولو يخدموا باسم المنتخب الوطني، مستغلين. يعني كاين اللي عاطفه، كاين اللي عاطفه يقول لك كلنا رانا مع هذا، وكاين اللي غابي وجبان وخائن. الغابي هو اللي يخرج خائن، والغابي هو اللي والجبان هو اللي يخون بلاده. هذو خونه وجبناء، هذو خونه وجبناء، ويدعموا في الخائن والجبان، ويدعموا في بنادم، يعني يدعموا في ناس تاع اموال، يبحثوا وين كاين الاموال. راه بريف صغيره، برك بريف صغيره، نتحداهم يعاودوا يجيبوا ذاك عبد السلام الودون لهنا في بلاده في المغرب. طردوه، عرفوه باللي خائن منبوذ، قولوا يدخل المغرب، منعوا عليه والله ما يدخلها، خاطش علاه خائن، صابوه بيخون. وش بيخون؟ انت رئيس تبون، نقولها لك، يقول لك انت مسؤول. شكون ولادك انت؟ راك رئيس، شكون ولادك انت؟ على من راك مسؤول؟ على الشعب، مسؤول على الكبير ومسؤول على الصغير. اما لا، راهم يخونوا لك ولادك الصغار، راهم يخونوهم يدوهم القطر، راهم يجنسوا. الجزائر ردوها سوق العبيد، راهم يدو ناس يجنسوهم في قطر ويدو معاهم جوار التالي، يدو مع 3 مليار 4 مليار جوار التالي التالي اللي ما يدوش معاه، يدو مع 3 مليار 4 مليار. دير لونكات تاعك، راهم يكذبوا عليك، يقول لك رانا ملاح. ما راناش ملاح في الرياضه عمي تبون، والله ما رانا ملاح، رانا اسفل السافلين، رانا في اسفل السافلين. يكذبوا عليك، وهذا كيدير التصريح يقول لك نصنعوا ايكيب، نروحوا نجيبوا كوب دافريك من الكاميرون. غادي يجيبوا الشعر وما يطير لهم شي، غادي الشعر وما يسيبوه شي. غنقولها لك ونعاودها لك اودي، هادو راهم يكذبوا عليك وراهم يوسخوا فيك. انا نقولها لك، راهم يكذبوا عليك ويوسخوا فيك. شوالك شعمل خطره، قال لك موت سيبي راه معانا وبيعطينا كوب دافري 2025، قبلت لهم. ومن بعد قالوا لك لا قبل، روحوا 2025 قابل لهم،
ومن بعد يقول لك لا بين الصنعاء كيما نروحو نجيبوك كوم تجيبو الدراريج تاع الفيل غادي يعطوكم شنو قلت حتى تاع الفيل هذوك الدراريج تاع الفيل هذوك غادي يعطوهم لهم ويجيبوهم ويجو جايين عقل عليها شنو يقول انا نقولها لك انا نقول ما كان والو كاع راهم يخبوا على الاموال والله العظيم ما على بالهم بالجزائر ولا البورصه تاع الجزائر شو كي داروا لها شو اللي انت امنت فيه واستقبلته شو كي سرق شو كي دار لها شو كي دار لها شو مع ذاك مع ذاك المستشار تاعك هذاك اللي طردتوه شو كي داروا لها شو كي داروا لها ما على بالهم والله ما على بالهم الاموال برك حوسوا على الدراهم برك وين ما كاين دراهم الغار تاع الدراهم برك وري له وين كاين دراهم برك يريسكي عليهم الناس هم يديروا في لي زافير كان اللي شرا لي زابارتومون دخل الجزائر دخل الجزائر كان مطرود ودخل الجزائر تا ولا يشري لي زابارتومون ويكريهم في باري كان اللي يحوس يدير اكاديميات لهنا باش يديروا ستوك لهنا ومن بعد يدو السلعه يدوها لقطر يبيعوها مع ذاك الواد نهار اللي جابوه هنايا يتهموا هنا الجزائر يتهموا راه في بلادو طردوه في بلادو طردوه طردوه جابه واحد في تونس دخله لتونس معاه منا هذاك الجاري طرده هيا قال له ديغاج لقجع طرده قال له ديغاج قال له طيب نسيبك هنا قال له ناكلك ومي صاب هنا الخونه صاب هنا الخونه والجبناء والاغبياء دخلوا هنايا الجزائر وقعدوا يخطوا وراهم ناجحين راهم داو 8 تاع اللعابه الايديسات لعبوهم الاربعه اللي فاتت الاربعه اللي فاتت داوهم اختاروهم داروا لهم سيليكسيوني داوهم داروا لهم سيليكسيوني ولي زيكيب في قطر داوهم ايديسات راهم يدوا الايديسات علاه يعني مازال ما وصلش اللاج مازال ما وصلش اللاج يجنسوهم نقول لك ما يفوت لا لارمي لا والو هنايا يجيو هنا يقصروا عليك راهم يقصروا عليك راهم يضحكوا عليك والله لا يضحكوا عليك سيد الرئيس انا نقولها لك والله لا يضحكوا عليك راهم يضحكوا عليك في الرياضه راهم يضحكوا عليك مكاش راجل يصلح هذو كاع نساء هذو بالنسبه هذو كيف انتم واحد في حجره ونص يجي يحكم فيكم كاع كي سيد الرئيس حنا اللي راه يمشي البولا ما يستمشي منا من الجزائر راهي تمشي من الدالي دوحه كاينه اتحاديه في الدوحه راهي تمشي هي البولا هنا في الجزائر وهي اللي تتحكم وهي اللي تقول لهم بارادو طيح ما طيحش هاش طيحوا ما طيحوش بارادو هي بارادو ما طيحش هي اللي تحكم دالي دوحه هي اللي تحط لي بريزيدون هنايا انا نقولها لك ورانا داخلين في حيط متالي الحيط ماشي رانا داخلين دخلنا في الحيط ورانا خارجين من اليابان يزيدوا فانيك في حيط واحد اخر ولا انا نقولها لك هادو خوانه وما يشفقوش وجياح جياح جياح ما يشفقوش صابوا الرخ يعني ما خلاوش هادو جياح الجايح هو اللي ما يحشمش هادو جياح هادو كاع جياح هادو كاع جياح اللي راهم في المنظومه الرياضيه كاع جياح والله ما يسوى والله ما كان واحد يسوى غرام تاع راجل باش تقول عليه راجل خا جياح وما يشفقوش راهم يدو في الدراهم راهم يخدموا راهم يديروا كلش انا نقولها لك سيد الرئيس الا بغيت تخدم خدم ها راه الا بغيت تخدم ها راهم وراهم هارم فوتهم كاع للسجن كاع الحبس واللي يتبهدل بهدلهم يولوا يقولوا باللي نجيبوا الدراهم ما تجبدوا الناس الملفات بهدلهم راني عارف عيش راني نهضر انتم راكم عارفين بهدلهم الدراهم اللي داوهم اللي خرجوهم وخلصوهم وداوهم يولوا يقولوا باللي نعطوكم نردوا لكم الدراهم وما تجبدوا الناس الملفات بهدلهم وخرج لازم تعطي امر باش ينكشفوا هذا الوقت اعطي امر حنا كوب دافريك تاع الكوت ديفوار اللي راهم بيكذبوا على الشعب يقول لك باللي بينجيبوها بيصنعوا ايكيب ونجيبوها جيبوا الدراريج تاع الفيل وما فيا لا يقول غادي يعطوكم واحد الدراريج غادي يعطوهم لكم جيبوهم واحد ليبول تاع الحنافس تاع الفيل غادي يعطوهم لكم جيبوهم لهنا راهم يكذبوا عليك سيد الرئيس انا نقولها لك ما غادي يجيبوا لا كوب دافريك ما غادي يجيبوا ما غادي يديروا راهم ياكلوا في الوقت راهم ياكلوا في الوقت يقول لك بالك هذا الرئيس غادي يروح يجي رئيس واحد اخر نقلبوه انا قاعدين ناكلوا دخلهم زروك المحاسبه دخلهم زروك المحاسبه انا نقول دخلهم راهم يقارعوا لك تروح قال لك يجي رئيس واحد اخر كاش ما نزيدو نقعدو راهم يقارعوا لك دخلهم زروك كلهم قدام لا ياكلوك ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما
معكم بالجديد، ابونوا معنا.